يعني فخورين باللي صاير في البحرين، فخورين بالشباب، فخورين بكل اللي ساعدها في هالموضوع، وطبعا بالقيادة اللي تقود كل هالناس بحيث توجههم الى التوجه الصحيح والانجاز الصحيح. طبعا اليوم تم تحويل مجمع سترة التجاري الى مركز للتطعيم ضد كوفيد 19. طبيعة الحال تم اختيار مجمع سترة لان مركزة صاير تقريبا في وسط البحرين وقريب من جميع المناطق، المساحه ما شاء الله واسعه ونقدر نستقطب عدد كبير من الناس للتطعيم. من اول يوم الاعداد ما شاء الله، وهذا دل على ازدياد الوعي في مجتمعنا البحريني والجهود اللي تسعى علشان تطعيم جميع وكافه المواطنين والمقيمين. احساسنا كمواطنين ومقيمين مسؤوليتنا تجاه كل ما يقدم لنا من اجراءات احترازيه ووقائيه نبادر بالتسجيل لاخذ اللقاحات لسلامتنا وسلامه كل مواطن ومقيم، سلامه اهالينا، سلامه المجتمع، وان شاء الله ننفذ الرؤيه الاستباقيه والاستراتيجيه لمملكه البحرين.